بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب مجددا طلابنا الأعزاء طلاب والطالبات. نستكمل المحاضرة الرابعة في الكتاب. تكلمنا عن أول حاجة، أولا كان عندنا الحساسية، ثانيا نقص الفيتامينات، ثالثا نقص المعادن، ورابعا السمنة. السمنة هو مرض العصر، الكل بيتكلم عن السمنة وكيف نخفف وكيف نخفف الوزن وأضرار يعني أسباب وأضرار السمنة، وكيف أن هذه السمنة يعني تمثل خطر كبير على الإنسان، من وتسبب كل أمراض القلب والأوعية الدموية إلى علاقة بأمراض السمنة من بالسمنة لما تسببه من انسداد في شرايين القلب والمخ. قبل ما نتكلم عن السمنة، السمنة نسبية، واحد يكون على حاله يعني بدين أو سمين ومكنش بدين، واحد تاني يكون بدين ويقول على حاله مش بدين، فكان لابد إنه نجيب مؤشر أو مؤشر فعلا هذا يكون مقياس للجميع، من هو البدين ومن هو السمين ومن هو غير ومن هو يعني غير السمين. فإذا كان عندي جاب مقياس مهم اسمه Body Mass Index أو BMI أو مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم يعتبر من أفضل الطرق اللي أنا بقدر أحدد فيها على يعني مدى هذا الإنسان بدين أو غير بدين. طريقة الحساب، ومهم هذا ممكن يجي سؤال، طريقة الحساب إنه ممكن يكون هو البادي ماس اندكس للشخص، هو وزنه على الطول بالطول، الطول ضرب الطول بالمتر. ايش يعني الطول ضرب الطول؟ يعني وزنه مثلا 75 كيلو بنحط 75 فوق، طوله متر و60 سنتي بنحط الطول هنا 1.6 ماشي. اذا الطول 1.6 ضرب 1.6، يعني نحطش 160 ضرب 160، لا، لأن احنا بنقيس طوله بالمتر، إذا بنقسم السنتيات على المتر بصير 1.6 ضرب 1.6 أو 1.8 ضرب 1، إذا الوزن على الطول ضرب الطول بالمتر. بعدين نشوف النتيجة. إذا كانت النتيجة أقل من 18.5 هذا بيكون شخص نحيف، وبكون أقل دون الوزن الطبيعي، ولازم يكون يعني يتغذى بشكل أحسن عشان يوصل على الأقل للوزن الطبيعي. الوزن الطبيعي وين؟ من 18.5 إلى يعني أقل من 24.9، يعني أقل من 25، هذا الوزن الطبيعي. لما أنت تحسب وتجد نفسك إنه أنت من 18.5 ل 24.9 أو ل 25، معناته وزنك طبيعي. الوزن الزائد عن الطبيعي من 25 ل 30 او 29.8. لما هذا الشخص يكون بدين، في وزن تغير طبعا، وزن زائد عن الطبيعي، في وزن، في شخص ممكن يكون بدين لو يكون من 30 لل 35 تقريبا، يعتبر شخص بدين جدا من 35 ل 40. الشخص بيكون مفرط في البدانه اذا كان اكثر من 40. هذا الجدول يجب يحفظ، و يحفظ مؤشر كتلة الجسم وايش معناه. هنا بنطبق زي ما تشوفين طبقنا، هذا الشخص كان وزنه 90 كيلو جرام، كان طوله 165 سنتي. ايش عملنا؟ قلنا البادي ماس اندكس تبعه او مؤشر كتلة الجسم هو عباره عن 90 على ايش قلنا هنا؟ 1.65، ما قلناش 165، 1.65 ضرب 1.65 ويساوي انه 33. اذا هذا الشخص يعتبر ايش؟ لو انا اقول لك اعطيتك السؤال زي هيك، هذا يعتبر شخص ايش؟ اكيد هذا الشخص يعتبر بدين، لانه وقع في فئه من 30 الى 35. اذا هذا الشخص بدين، يعتبر هذا الشخص ايش؟ بدين، لانه المؤشر تبعه 33. لو المؤشر تبعه طلع 36 حيكون هذا الشخص بدين جدا، لو مؤشره طلع هذا الجواب طلع رقمه فوق ال 40 حيكون هذا الشخص يعتبر مفرط بالدانه ويحتاج الى يعني تدخل طبي. ودائما المؤشر بيعطيك يعني فكره عن نسبه الشحوم في الجسم مع الاخذ بعين الاعتبار، انه مش كل وزن زائد فهو شحوم،
يعني الرياضيين ممكن تعين اثقال ولا تعين كمال اجسام وكذا، تكون وزنه ضخم جدا لكنه ليس بدين. ليش؟ لانه كله كتله من العضلات، فوزنه يكون ضخم جدا لكنه ليس بدين، وليس يعني لا يعني ذلك زياده في الشحوم. وطبعا النساء بشكل عام لديهن شحوم اكبر من الرجال، وعشان الكلام بشكل عام انه وزن الرجال حيكون اكبر من النساء. ليش؟ لانه عندهم يعني عضلات اكتر. السمنه، السمنه قلنا انها مرض العصر، والان كل الناس وكل الدعايات في التلفزيون كيف ننقص الوزن، في عندهم دعايات لأعشاب، دعايات لأدوية، دعايات لأي حاجة، عشان كل هذا عشان كيف الإنسان ممكن ينقص وزنه. لكن الإنسان هو صغير السن غالبا مفيش عنده مشكلة سمنة، يعني شوفوا أنتم نفسكم هتلاقوا كل أرقام تقريبا هي بين 18 ونص، بين يعني 18 ونص لل 25. ليش؟ لأنه أنتم في معظمكم يعني أرقامكم مثالية وأرقام عادية. لكن عندما يعني الإنسان في السن بيكبر في السن ويصل إلى فوق 45 أو عنده 45، بصير جسمه أكثر استعدادا للسمنة، بصير جسمه أكثر استعدادا إلى السمنة. وعشان هيك بتلاقي كل كبار في السن هم عندهم كل كبار في السن عندهم نوع من السمنة. الإنسان بصير أكثر استعدادا للسمنة لأنه أول حاجة هو مش عنده أي نوع من النمو، خلاص نمى وبنى كل جسمه، إضافة إنه قلة حركته، وأيضا العلاقة بالجينات وغيره. أسباب السمنة، أسباب السمنة كثيرة، لكن هنا نذكر بعض الأسباب. أول حاجة عدم التوازن في الطاقة. يعني إيش؟ مش قلنا الغذاء عبارة عن طاقة؟ الغذاء عبارة عن طاقة. هي ببساطة الإنسان إذا كان أكل غذاء أكثر مما يحتاج، يتحول جزء من هذا الغذاء إلى دهون وشحوم في الجسم، مما يؤدي إلى السمنة. ببساطة هيك. إذا في عندي عدم توازن في الطاقة، إيش عن توازن؟ يعني الإنسان بياكل أكثر مما يحتاج. وهنا بصير عندي الإنسان بيخزن الغذاء الزائد أو الطاقة الزائدة إلى دهون. إذا الفرق في السعرات الحرارية بين النشاطات وبين الحرارة بين يعني بين النشاط اللي بيخسر الإنسان في بيخسر في أثناء التدريب أثناء المشي أثناء غيره، وأيضا الفرق هذا بيكون عبارة عن سمنة. الشيء الثاني هو خلل في الهرمونات. لكن لما نتكلم خلل في الهرمونات يعني مش كل واحد بدين او عنده سمنه يقول انا اكيد عندي مشكله، لا مش دائما، يعني هو يعني في حالات خاصه وحاجات معينه ممكن يكون فعلا. عشان هيك الان انت كأي شخص عنده مشكله في السمنه وبده يعمل فعلا وشايف انه حاله بياكلش كثير وما حدا بدين، يعمل فحص الغده الدرقيه. لما يكون في عندي عدم كفاءه في الغده الدرقيه يكون عندي في عندي زيادة في الوزن، يكون عندي عدم كفاءة في الغدة الدرقية بصير عندي نوع من زيادة في الوزن. عشان هيك مهم جدا انه نقص هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى السمنة واحتجاز السوائل بالجسم، يؤدي إلى السمنة واحتجاز السوائل بالجسم. وهذول الناس فقط يحتاجوا إلى العلاج بهرمون الغدة الدرقية اللي هو التيروكسين وغيره، وكذلك يعني بتحليل الدم الحسي متأخر. إذا هذا هو خلل. إذا أول أو ثاني سبب من أسباب حدوث أول سبب قلنا هو عدم توازن في الطاقة، فين إيش مع عدم توازن في الطاقة؟ السبب الثاني هو خلل في الهرمونات والتمثيل. السبب الثالث ومهم جدا العوامل الوراثية. لاحظوا كانت ملاحظات دقيقة وحصيات دقيقة أن 10% فقط، 10% فقط تقريبا من الأطفال المصابين لما بكون آبائهم طبيعيين، إذا كان الآباء طبيعيين 10% فقط من الأطفال بصير عندهم سمنة. يعني بشكل عام إذا كان الآباء ما عندهمش سمنة، الأطفال ما بيكونش عندهم سمنة، فقط 10% اللي ممكن يصير عندهم سمنة.
لكن لو كان احد الوالدين بدين بصير عندهم ترتفع النسبة إلى 40% بس عند الأطفال عندهم سمنة. إذا كان الوالدين الاثنين هم عندهم سمنة، لقوا إحصائيا أنه 80% من الأطفال بيكون عندهم سمنة. لما يكون الأب والأم مصابين بالسمنة 80% من الأطفال، يعني غالبا الأطفال بيصابوا في السمنة. لكن لما دوروا على أسباب هذه السمنة لقوا أنه أغلبها يرجع إلى عادات، يعني أكثر ما هي وراثية وجينات وقدر ما هي يعني العلاقة بالنمط الغذائي. بالنمط الناس يعني إيش يعني؟ يعني الناس متعودين على إنه يأكلوا وجبة كبيرة، يأكلوا فطور وغدا وعشاء، ويأكلوا وجبة بين الفطور والغدا ووجبة بين الفطور والعشاء وكذا. وأيضا طبيعة الأغذية الدسمة، متعودين على الأغذية الدسمة فيها شوية دهون بزيادة وكذا. إذا البدانة تحدث بسبب عادات وسلوك سيء بقدر أكثر ما هو وراثة. إذن هي بسبب تحدث بسبب هي وراثة سلوك وعادات أكثر ما هي وراثة جينات. إذن السمنة تحدث أو البدانة تحدث بسبب عادات وسلوكات سرية، أي تحدث بسبب وراثة عادات وسلوكات وسلوكيات سرية أكثر ما هو يعني تكون بشكل وراثي. لأن الأطفال بتعلم من أبوهم ايش ياكلوا، بياكلوا بنفس طريقه ابوهم، بنفس الطريقه الشائعه، بياكلوا عدد وجبات كبير، بياكلوا نوعيات معينه من الاكل فيها شحوم فيها شوكولاتات وكذا، فبيطلع الاطفال عندهم سمنه، يعني اكثر ما هي يكون عباره عن صفات وراثيه. ايضا المشاكل العاطفيه، المشاكل العاطفيه بتحدث سمنه. في ناس كثير لما بقول لك انا لما بزعل خلاص بروح على الثلاجه وباكل يعني بشراهة، أو لما بيفرح أيضا نفس الشيء بعض الناس بيأكل بشراهة. إذا المشاكل العاطفية أيضا لها علاقة في موضوع البدنة. طيب إيش الحل لهذا العلاج الغذائي السمنة؟ العلاج الغذائي السمنة، العلاج الغذائي أكيد فهمنا بأنه يعني السمنة عبارة عن إيش؟ السمنة عبارة عن شحوم مخزون من الطاقة الزائدة. إذا الإنسان إذا أكل أكثر مما يحتاج فإن الباقي يتخزن، يعني يخزن في الجسم على شكل دهون وشحوم. إذا ببساطة إنه الإنسان يقلل من أكله، يقلل من أكله ويصبح هذا موضوع عادة ويصبح نوع من الرجيم، إنه عشان هذه الشحوم حتى هو بدين كثير، إذا كان أقل مما يحتاج هذه الشحوم المخزنة يعني بتذوب، ويعني بالذوب وأيضا يعني تحرق ويقلل ويقل البدان عند الإنسان. فإذا أهم حاجة العلاج الغذائي للسمنة أنه تقليل الأكل، أهم حاجة تقليل الأكل والاعتماد بشكل أساسي على الخضروات وبعض الفواكه. الخضروات ليش بنقول نأكد على الخضروات دائما الخضروات غلط؟ لأن الخضروات ليست يعني فيش فيها طاقة كبيرة، فيش فيها سعرات حرارية كثيرة زي الدهون أو السكريات. كل الطاقة معظمها موجود في السكريات. فالإنسان إذا كان فعلا بده يحاول يخفف وزنه أو يقلل من السمنة يحاول يبتعد عن السكريات. وفي الآن نماذج كثيرة للسمنة إنه الابتعاد عن السكر تماما وكل ما يحتوي السكر. السكر المقصود هنا مش بس السكر الأبيض، أيضا البسكوت، الخبز، كل هذه الأشياء تعتبر أيضا من النشويات أو الكربوهيدرات أو السكريات. إذن الابتعاد العلاج الغذائي السمنة هو الابتعاد عن مصادر الطاقة المعروفة لأن للكربوهيدرات بشكل أساسي أيضا والدهون يقلل منها بشكل كبير، يقلل منها بحيث تصبح عادة عنده، والدهون والبروتينات حتى في لحظة من اللحظات حسب قديش بروتينات. ايش العلاج الثاني؟ اكيد العلاج الثاني انه والله هذه انا بدي انا ازيد عمليه اللي هو الحرق لهذه الشحوم. اذا انا ايش بدي انا لازم اعمل رياضه واعمل نشاطات رياضيه، وتكلمنا بانه الرياضه ممكن تحرق 30% من الطاقه الماخوذه. فاذا ممتاز جدا، بحيث لو عملت يعني نشاطات رياضيه وقللت من اكل هذا هو العلاج تقريبا الوحيد يعني السليم من أي مشاكل.
الان للاسف في ناس عندنا تحملش، يقول لك انا ما بقدرش اوجيم، اوجيم بيعمل لي مشكله، ما بقدرش اتحمل البعد عن الاكل، ما بقدرش اتحمل مثلا ما اكلش شوكولاتات، ما اكلش حلويات، بيتوجهوا الى ادويه التخسيس. يا جماعه الخير، ادويه التخسيس خطيره على الجسم، لان في معظمها بتاثر على كيمياء الجسم نفسه، وبتخلي الجسم ما يستفدش من المواد الغذائيه، فهو يتخلص من كل المواد الغذائيه اللي بيخيرها وشراها، بتخلص من الكربوهيدرات، وايضا بتخلص من الفيتامينات، وبتخلص من المعادن، فبيصبح الانسان شبه مريض. فعلا ممكن يخف وزنه، لكن حتى شكله مش طبيعي بيكون. ليش؟ لانه بسبب انه هو هذا الشخص يعني بيستعمل اعشاب او ادويه، خصوصا الادويه هذه ثبت انه هي الها يعني امراض كثير ممكن تسبب عليها، يعني زي اللي هو امراض ممكن تسبب الى امراض القلب، الرئتين، كل هذه تعتبر يعني انسداد الشرايين، ايضا تؤدي الى وفاه. يعني ايضا يعتقد انه في هناك ادويه يعني تؤدي الى تلف في صمامات القلب، يعني هذه الادويه ليست ادويه صحيه، وخصوصا لما تعرفوا انه الغرب ايضا عنده تطور علمي اكبر منا، وعنده فلوس اكثر منا، ومع هذا عنده مشكله في السمنه. في ناس كثير يعني عندهم سمنه في الغرب، يعني بيفكروا يعني الف مره كيف يضعفوا. فالموضوع انه هذه الادويه ليست حل صحي، احنا الوحيدين اللي احنا اكتشفناه. دائما الواحد يحاول يتبع اذا كان ولا بد بده يعمل يعني رجيم، بهذا يكون تحت اشراف ارشاد طبيب او معالج يعني على هذا الموضوع. اذا ضبط السمنه بيتم عن طريق اللي هي انا اكل كميات معتدله من الاغذيه عشان ما يصيرش عندي مشاكل وزن، وايضا يكون في نشاط وحركه في الجسم. ما هي الاثار الصحيه او الامراض الشائعه؟ هنتكلم عن اثار ليست امراض، اثار يعني اكبر من كلمه امراض. الاثار الصحيه او الامراض الشائعه تنجم عن فرط الوزن. اكيد في هناك امراض، كلكم عارفين امراض السمنه، والحديث كثير عن خط السمنه، ومعظم الامراض اللي بتشوفوها بيكون لها علاقه بالسمنه. اول حاجه، كل الامراض القلبيه الوعيه، امراض القلب، السكته ايضا يعني هي تمثل ان امراض قلبيه، ودرسناها الطلبه، هي اولى مسببات وفاه على الصعيد العالمي الامراض القلبيه. السمنه تزيد من الامراض القلبيه. ايضا السمنه بتكون عامل مهم جدا لحدوث مرض السكري. واقول كمان اكثر، انه ناس كثير خففت وزنها وصار وزنها طبيعي، فتخلصت من مرض السكري. كان عندها سكري، وكان سكر من النوع الثاني، بتكلم عن سكر من النوع الثاني، وعندما تخلصت من السمنه والبدانه يعني شفيت من مرض السكري، يعني مرض السكري الى حد كبير لم يصبح مرض مزمن، لانه السكري له علاقه، يعني النوع الثاني بالذات له علاقه بالسمنه والبدانه. لما تخلصوا من البدانه والسكري، لما تخلصوا من البدانه وزياده الوزن، ادى ذلك الى حدوث ان هم تخلصوا من السكر، مرض السكر. وهذه انا تجربه شفتها في اكثر من هذا، وقريت عنها في الموضوع هذا، بانه فعلا البدناء اللي عندهم اصابه بالسكري لو تخلصوا من وزنهم ممكن يتخلصوا من مرض السكري. اكيد السمنه تسبب الاضطرابات العضليه والهيكليه، خاصه يعني حجم الانفصال العضلي. في بعض انواع السرطانات لها علاقه بالسمنه، لقوا انه والله الناس اللي عندهم سمنه بيصابوا اكثر بمرض سرطان بطانه الرحم، او سرطان الثدي، او سرطان القولون. اذا زي ما شايفين هنا بانه السمنه يعني بتاثر بشكل كبير كثير على الكثير من الامراض، وبتزيد من الامراض. طبعا ضغط الدم اكيد له علاقه بالمرض. ضغط الدم ايضا في ناس نقصت وزنها، في يعني واستغنت عن ادويه الضغط. طبعا انت يعني انت لما تتكلم عن الهيكل العظمي ومشاكله، انت كانك انت لما يكون اي زياده في الوزن هي زياده موجوده على الهيكل العظمي وعلى المفاصل، مما يؤدي الى انه يعني يؤدي الى داء المفاصل او دوار الساقين وغيرها بسبب السمنه. طب انا ايش اعمل عشان انا ما يحدوش عندي سمنه؟ اول حاجه خطوات عمليه توصيات
وحاجة لازم كل واحد فينا يعرف قديش احتياجه. الاحتياج دائما من 2300 إلى 2600 كالوري. احتياجاتنا دائما 2300 كالوري إلى 2600 كالوري. الإنسان العادي يحتاج من 2300 إلى 2600 كالوري. أو بعدين نعرف يعني إنه والله هذا الغذاء المارس ولا بعض الشوكولاتات تحتوي على سعرات حرارية عالية، حاول نتجنبها. إذا أنا أشوف أنا بأخذ الأغذية والمشروبات، أحاول أعرف حجم السعرات الحرارية، وغالبا بيكون مكتوب عليها حجم السعرات الحرارية. دائما الإنسان يراقب وزنه، زاد قل ويزيد من النشاط البدني، يحضر كميات أقل من الطعام الأصل يحتوي الأصل بأنه الإنسان تناوله كمية أقل من الطعام تتحول عنده إلى عادة، مش بس عشان الرجيم، لا خلاص بشكل عام أنا خلاص أتناول بدل ثلاث تغفية الأول فين، بدل ما يأكل ثلاث بيبات يأكل وجبتين. وأيضا يقلل من ساعات الجلوس على التلفزيون والكمبيوتر، ودائما يحاول يدمج النشاط البدني يكون جزء دائما من عادته اليومية. طبعا يتجنب التدخين والسجائر ومنتجات الدخان. شايفين؟ هذا هو الشريان، هذا الشريان، هذا الوريد. شايفين انتم كيف الأوردة؟ هي موجودة هنا. هذا هو الكوليسترول، وهذا هو الشحوم اللي جاي العلاقة أيضا مما تسببها السمنة. السمنة وأكل الدهون الزائد يسبب هذا الكوليسترول، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الشريان، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوردة الدموية، أمراض القلب والأوردة الدموية ممكن يؤدي إلى جلطة. لو سكر هذا الشريان بصير عندي اللي هو مرض، يعني ممكن لو زادت ممكن تسكر هذا الشريان ويمنع الدم من الوصول إلى المناطق الأخرى. إذا تكلمنا عن الآن تكلمنا عن أربع أمراض أغذية، قلنا مع بعض، قلنا أولا الحساسية، ثانيا نقص الفيتامينات، ثالثا نقص المعادن، رابعا السمنة، خامسا هنتكلم الآن عن نقص التغذية أو النحافة. يعني هنتكلم عن النحافة. الوزن الزايد له أضرار خطيرة، وأيضا فقدان الوزن والنحافة إلى سلبياتها، لكن من أخطر بشكل عام السمنة أخطر من نقص الوزن. السمنة مرض خطير، مرض العصر، وهو يعني يسبب يعني نقصان يعني يسبب يعني أمراض القلب والأوعية الدموية. إذا بشكل عام صح إنه في أمراض لنحافة أو نقصان الوزن، لكن أمراض السمنة هي الأخطر. النحافة إيش سببها؟ يعني النحافة قد تكون أسباب إلى أسباب كثيرة. إيش أضرارها؟ يعني تكلمنا عن أضرار السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، كل أضرار السمنة تكلمنا عنها. هنتكلم الآن عن أضرار النحافة أو فقدان الوزن الكثير. بصير هذا الشخص ما عندوش أي محتوى أو أي احتياطي من الدهون، بحيث إنه أي تأثر بصير يتأثر بشكل سريع بنوبات الحمى والإسهال، وأيضا يعني بصيرش عنده أي أيوة، وبصير عرضة للجفاف والعياء. هؤلاء أيضا النحفاء بحسوا بالسقع أكثر من الناس اللي عندهم نوع من البدانة، لأن الطبقات الدنيا هي موجودة وبتم عازل للجسم وهي بتحافظ على الجسم. عشان هيك هذول الناس بتأثروا بالبرد، الناس اللي عندهم نحافة بتأثروا بالبرد أكثر من الناس اللي عندهم نوع من السمنة. اكيد الكسور اثناء الحوادث، يعني انت لما يكون عندك يعني رجلين والعظام ما فيش فيش حوالين يعني دهن او كذا، اكيد هذا كلام او نوع من الدهون، اكيد هذا بيكون اكثر عرضه لكسور اثناء الحمد لله عفوا. ايضا ضغط نفسي، نحافه وال الشخص اللي النحيف اللي نفسه يضعف نفسه يسمن، اكيد يعني دائما عنده انتقادات كثير سواء من الناس او من كذا بانه هذا نحيف، واكيد ممكن حتى يتمسخر عليه وخصوصا اذا كان فتى. اسباب فقدان الوزن او النحافه، في اسباب مؤقته
والأسباب المؤقتة هي أسباب غير خطيرة. مؤقت إيش يعني؟ فترة وجيزة وهي غير خطيرة. أسباب مؤقتة ممكن يعني فعلا الإنسان يكون عنده بدانة أثناء الامتحانات، يضعف أثناء فترة التدريبات في المخيمات، الأشهر الأولى من الزواج ممكن يضعف الإنسان، تعرض الشخص لعمل متعب، العمل عضلي أو ذهني مش متعود عليه، أيضا ممكن يكون عمل يعني سبب ليس يعني في كثرة عمل ذهني وعضلي إنما في قلة الغذاء. ممكن الإنسان يكون نحيف خلاص في شهر ما أكلش، أو الناس اللي بتصوم أو الناس اللي يعني زي بتعمل إضراب في السجون أكيد حاسة عندها نوع من النحافة، هذه لعدم الأكل أو عدم رغبة في الأكل. هذه طبعا إيش كلها بسبب يعني هو يعني عبارة عن مخاطر اللي هو النحافة. إذن أسباب النحافة، أسباب النحافة هذه كلها تعتبر أسباب النحافة وهي أسباب مؤقتة وهي غير خطيرة. المشكلة وين تيجي عندنا لما نتكلم عن الأسباب الدائمة؟ يعني واحد طول عمره نحيف، مش إنه تعرض لمجهود عضلي، إنه ما كانش كويس، لا لا، هذا عبارة عن أسباب دائمة، عبارة عن يعني هي عبارة تكون أكثر خطورة، وهي عبارة سواء كانت يعني سواء كان نحافة يكون إلها علاقة بضعف في الشهية، أو حتى بسموه أحيانا في معظم الأحوال بسموه يعني جلوتين مال أبزوربش، في بعض الأمراض زي هيك اسمها، يعني يكون عنده سوء يعني امتصاص لمادة البروتين، يعني بيستفيدش من مادة البروتين بالمرة، فبصير عنده نوع من النحافة أو امتصاص أو في ضعف الامتصاص لبعض العناصر الغذائية. نتكلم عن موضوعها بالتفصيل. هذه الأسباب الدائمة، ونأكد على كلمة دائمة لأن الأسباب المؤقتة فيش فيها مشكلة. الأسباب الدائمة تنقسم إلى قسمين، آلية وهي تسمى مرضية تؤدي إلى فقدان وجود الوزن مع وجود شهية، والنوع الثاني فقدان الوزن مع عدم وجود شهية. ما هي الأسباب للنحافة المؤدية إلى الأسباب المؤدية إلى النحافة مع عدم مع وجود شهية؟ طبعا السكر من النوع الأول، من النوع الأول، إنه الشخص هذا من النوع الأول بياكل كتير لكن بينصحش. ليش؟ لأنه في عنده فيش عنده هرمون الأنسولين، هرمون الأنسولين فيش عنده هرمون الأنسولين، أي أن المواد أو الجلوكوز أو الجلوكوز لا يدخل إلى الخلايا فلا يستفيد من هذا الجلوكوز. إذن يعتمد فقط على الدهون والبروتينات كمصدر للطاقة، بل إنه هو ما عندوش الأنسولين، هو المسؤول عن إدخال الجلوكوز إلى الدم إلى خلايا الدهون. فلكن إذا كان هذا ما أدخلوش إلى الخلايا فيبقى الجلوكوز موجود في الدم ويرتفع السكر في الدم دون إنه يستفيد من هذا السكر الموجود، فيعتمد في غذاء على الدهون والبروتينات مما يؤدي الى نحافه. تصور ان واحد ياكل كربوهيدرات كربوهيدرات لكن دون انه يستفيد منها ابدا. ليش؟ لانه ما عندوش يعني لانه عنده يعني عدم افراز هرمون الانسولين، لانه ما عندوش هرمون الانسولين لا يستطيع ان يستفيد، لا يستفيد من هذه الكربوهيدرات ولا الكربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات انه ايش تتحلل وتنقسم الى وتصبح يا اما جلوكوز او فركتوز، لكن يعني هرمون الانسولين لا يستطيع يعني انعدام هرمون الانسولين يسبب الى عدم دخول الجلوكوز الى الخلايا مما يؤدي انه لا يستفيد من الكربوهيدرات اللي بياكل. النوع الثاني تكلمنا عنه بشكل سريع اللي هو زياده افراز هرمون الغده الدرقيه. قلنا ان السمنه تسبب، السمنه تحدث بسبب بعض الامراض الهرمونيه او بعض بعض نقص الهرمونات، وكان عندنا الهرمون الغده الدرقيه. لما يكون في عندي انا نقص في هرمون الغدة الدرقية بعطيني سمنة، لكن زيادة إفراز الهرمون الغدة الدرقية وهو عبارة عن الثيروكسين بعطيني بصير هذا عبارة عن أكثر نشاطا مما يؤدي إلى فقدان وزن وزيادة شهية. طبعا هذا أمراض سواء ما أمراض زيادة إفراز الغدة الدرقية أو السكر أو السكر من النوع الأول، هذا كله المريض أو النحيف كان بيأكل كثير لكن على الفاضي. أيضا في عندي أمراض لها علاقة بسوء الامتصاص، ودائما نتكلم عن مرض سوء الامتصاص بتكون بسبب احيانا بسبب الديدان، بسبب الديدان زي الديدان زي الاسكاس او الجارديا. هذه الديدان لا يعني بصيرش اللي فيها الديدان بصير نحيف انه هي بتاكل اكله، لا مش بهذا الشكل، بقدر ما لان هي تفرز ماده، تفرز ماده
تقلل من عمليه الامتصاص. هذه الديدان تفرز عشان تضمن انه في غذاء دائم في الامعاء، تفرز مواد تقلل من عمليه امتصاص الغذاء، فالجسم لا يستفيد من الغذاء، وبذلك يعني يخرج الغذاء كما هو مع البواد، وذلك لا يعني يحدث هو عمليه فقدان وزن. ومع انه شهيته تكون شهيته كبيره، عشان احنا بنقول عشان هيك بنقول لما واحد يكون يعني بياكل كثير وما عندوش وزن بنقول عنه انت في جدود. فعلا الديدان تسبب نقصان الوزن، لكن ليش؟ يعني تفرز مواد تمنع عمليه امتصاص الغذاء من الامعاء. هذه كل الامراض اللي ذكرناها الثلاثه كان هو وفي وجود شهيه، يعني هذا اللي في الديدان عنده شهيته عاليه، اللي عنده سكري عنده شهيته عاليه، اللي عنده نقص في الغده الدرقيه، اللي عنده زياده في الغده الدرقيه ايضا شهيته عاليه. ايضا في عندي امراض فقدان وزن مع ضعف في الشهيه، يعني في الشهيه، وبالذات نتكلم عن الالتهابات المزمنه اللي هو في اللوز او الجيوب الانفيه او غيره. وهذه الالتهابات دائما بتسبب انه الانسان يكون عنده ضعف شهيه، مما يؤدي الى انه يعني التهابات هذه بتؤدي ضعف شهيه، مما يؤدي انه الانسان اصلا يعني بياكلش كثير، مما يؤدي الى النحافه. عشان هيك شفنا حالات كثيره، حالات كثيره بانه حالات كثيره حالات كثير بانه بعد ما يستأصلوا اللوز او بعد ما يقوموا اللوز بكون نحيف، بصير هذا الشخص ينصح. ايضا في بعض الامراض زي مرض اللي هو التدون السل او الايدز او التهاب الكبد، هذه كلها بتعمل نوع من النحافه. مرض السرطان، مرض السرطان يؤدي الى فقدان الوزن بالذات عند كبار السن. طبعا دائما حتى النحيف كثير صار لما يشوفوا شخص نحيف او نحف بشكل سريع وبشكل يعني غير متوقع ممكن يشوفوا له لا سمح الله يفحصوا له عن مرض سرطان اذا كان في علاء. ليش؟ لانه هو فقدان الوزن بيكون احيانا بسبب مرض السرطان. ايضا في عندي اسباب نفسيه لقله الوزن او النحافه، وهذا يعني اسباب نفسيه بانه هذا الشخص يكون عنده مرض عصبي، مش مرض يعني انه قلق او نوع من هذا، بقدر ما هو عنده ايضا مرض عصبي اللي هو فقدان الشهية عصبي. خلاص هذا الشخص مش عباله ياكل، بياكلش، بيجوعش، اذا بيصل الى وجود يعني درجات متناهيه من النحافه. اي حد حتى في اسباب، في ناس قالوا في ناس ماتوا من هذا المرض اللي هو فقدان الشهيه العصبي، وعباره عن مرض نفسي، مرض نفسي يؤدي الى النحافه، عدم الاكل ويؤدي الى النحافه. التدخين والتدخين والأدوية أيضا تؤدي إلى، كنا بنعرف أنه والله التدخين ممكن يؤدي إلى عملية النحافة، وبعض الأدوية زي الأعشاب وغيرها ممكن تؤدي إلى النحافة، أو مضادات الأورام عشان يكون تعين سرطان، أيضا مضادات الأورام ممكن يؤدي قلة الشهية للطعام، وأيضا يؤدي إلى فقدان الوزن.